يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوعريكي، واليوم بتكلم عن ويربلز مرة ثانية، بس مو النظارة ولا الموتوريلا موتو 360 اللي سويت عليها مراجعة اوريدي. هنتكلم عن السوني سمارت واتش 3 وليش تفرق عن الموتوريلا موتو 360. خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله. أنا استخدمت الموتوريلا موتو 360 أول شيء وسويت عليها مراجعة، أحط لكم إياها تحت بالكومنت سكشن، إن هي أفضل ساعة استخدمتها حق النظام التشغيلي مال أندرويد وير. تغير رأيي بهالموضوع ولا لا؟ من أول فيديو خل أقول لكم لا، موتوريلا 360 للحين هي ساعة مفضلة عندي حق الأندرويد وير. بس ليش قررت إني أستخدم السوني سمارت واتش 3 أو خذيت السوني سمارت واتش 3 عشان أسوي لها ريفيو؟ لأن بغيت أجرب النظام التشغيلي مال أندرويد وير على الشاشة المربعة بدال الشاشة المدورة. وبعدين جت هي بسير أصلي كان لون الأخضر وفي مثل فتحة كذي بالنص، وتقدر أنت بكل بساطة إنك تشيل الشاشة بروحها وتركبها على سير ثاني. مثل ما انتم شايفين هنا عندنا سير الاخضر بكل سهولة، وايد سهلة، وصير الحين ساعة لونها اخضر. فهذه واحدة من الشغلات الموجودة بالسوني سمارت واتش 3، املك تسويها بالموتوريلا موتو 360. موتوريلا موتو 360 لازم فعلا توديها حق مال ساعات علشان يقدر يشيل لك السيور ويركب لك سيور ثانية، ولازم انت تجيب لك السيور عرضها تكون 20 ملي او 2 سنتي عشان تركب على الموتوريلا موتو 360 اذا انت كنت تستخدمها مع سير غير اللي عليها الاصلي. شنو اللي عجبني بالسوني سمارت واتش بعد غير السالفة انك تقدر تبدل السيور بطريقة سريعة؟ البطارية مالت السوني سمارت واتش 3 تقعد معاي دبل الوقت اللي كانت تقعد معاي ساعة موتوريلا موتو 360. هني تقعد وياي يومين على الراحة ما لازم اشحنها. الموتوريلا موتو 360 كل ليلة كنت لازم اشحنها، بس الشحن مال الموتوريلا موتو 360 كان وايد ارقى، انه هو وايرلس تشارجنج شي، فانت من تحطه بروحه يشتغل ويعطي مثل نايت ستاند يمك، انك انت تقدر تشوف الوقت مال الساعة اي وقعت من النوم عشان اذا تبي تشوف الوقت. بس النظام بس الشحن مال السوني لا، راح يكون هني عندك مايكرو يو اس بي، ما عندك مشاكل. اي شاحن عندك مال التليفون راح تركبه عليه وتشحنه. حطيت حتى صورة انا ذاك يوم بالانستغرام، ان املك تقدر تسوي الحركة بالموتوريلا موتو 360 انك انت تشحن الساعة بالشاحن مال السيارة، فهذه حركة اهم حلوة منهم هما. والشغلة الثالثة والاخيرة اللي عجبتني بالساعة، طبعا مقاومة ما يحالها حال الموتوريلا 360، بس طريقة انك انت شلون تلبسها وايد سريع واسهل، بالذات اذا انت حصلت هذه السيور عامه مرات السوني سمارت واتش كلهم راح يكونون بهالطريقه هذه ربل، تقاوم العرق والماء او الوسخ او ما اعرف ايش، وتحس ان هي ساعه سبورتي اكثر ما هي كشخه. في منها طبعا تجيب الستينلس ستيل، الباند مالها يكون ستينلس ستيل عشان تكون شويه ساعه اكشخ من العاديه اللي تجيك كذي كانها هي سبورت اديشن. النظام التشغيلي عليها هو اندرويد وير، حاليا هو وصل ل 5.0.2 صدق لا تصدق. تليفونات وايد ما وصلت حتى حق اندرويد 5، بس هنا عندنا ساعات الاثنين واصل لهم اندرويد 5.0.2. شفتوا شلون عيشة الاندرويد خام، شلون كل شيء يوصل لهم اول باول. فالنظام التشغيلي مثل ما قلت لكم عليها هو اندرويد 5.0.2، معناته انك انت راح تيك نوتيفيكيشنز حق جميع البرامج، وتقدر انت الحين تغير وضعية التليفون من الساعة نفسها اذا انت تبي تحوله لسايلنت او تبي تحطه حق برايورتي، انه توصلك مكالمات من ناس معينة مو من كل احد عشان ما يزعج تزعجك بالساعة. والشاشة اللي قاعد يستخدمونها هني راح تعطيك غير عن الموجودة بالموتو 360، موتو 360 يستخدمون أموليد، فالغوامج الأسود وايد أغمج عليها من اللي موجود بالسوني سمارت واتش 3. عندنا هني نورمال تي اف تي بانل، الفيوينج أنجلز مالتهم مو ذاك الزود، ألوانهم مو وايد حلوة، الريبرودكشن مالهم هم مو ذاك الزود، بس تغضي الحاجة بالنهاية. هي ساعة شاشتها صغيرة يعني مو وايد كبيرة، والمحتوى اللي انت راح تشوفه راح تشوفه واضح، ما راح يفرق عليك بيكسل دنسيتي او شيء من هالنوع. فبس هذه هي السوني سمارت واتش 3. اذا واحد يبي يشتري ساعة اندرويد وير، اتوقع هذول الثنتين يمكن هم احسن شيء موجودين حاليا بالسوق، لان اللي شفتهم انا ببرشلونة من هواوي روعة، تايم بيس، فعلا تايم بيس، يعني متلهف اني انا استخدم ساعة هواوي صراحة هالسنة. وساعات ثانيه يمكن هم من سوني راح يسوون ابديتد 1، وحطوا ببالكم شنو موتوريلا راح تسوي من ناحيه الموتو 360 سكند جنريشن، اتوقع هذا اللي راح يكون الساعه المنتظره اكثر شيء، عقب طبعا ساعه ابل. فسلامتكم تعيشون، هذا بغيت اتكلم عنه، السمارت واتش سوني سمارت واتش 3. ساعه صار لها فتره الحين عندي، يعني من عندي قريب الشهر، ف
حلوة، استخدامها حلو. فهذا اللي بغيت أقوله عن سوني سمارت واتش 3. إذا تبي تشتري ساعة سوني، هذه أحسن ساعة ممكن تشتريها، أحسن من سمارت واتش 1 وسمارت واتش 2، لأن هذولا كان عليهم نظام تشغيلي مال أندرويد مصغرين عشان يشتغل على الشاشة، بس هني عندك أندرويد وير وهو المفروض النظام التشغيلي اللي أنا أشوفه أكثر شيء لابق أو ملائم حق إنك أنت تستخدمه حق ويربل نفس الساعة. وأتمنى يسوون أبديت حق أندرويد وير إنه يشتغل على الجوجل جلاس. فإذا كان عندكم أي سؤال تبون تسألون عنه، يا ريت تكتبوا لي بالهاشتاج سلوركسز أو سلوركس، قال لي إنستغرام وتويتر، وإن شاء الله أرد عليكم هناك. وإذا مو سوين سبسكرايب، سووا سبسكرايب عشان توصلكم إيميلات أول بأول إذا أنا نزلت أي شيء جديد. فبس كان معنا هني سوني سمارت واتش 3. أحمد بوعدك، سامحنا لك صورة اللي طالة، فمان الله الكريم.